students, how are you? Our lesson is inversions. Inversions. Inversions هو إنه نحنا ناخد adverb أو negative adverb, يعني الadverb اللي هو بيحمل معنى النفي أو السلبية, بحطه منبلش فيه أول sentence. هي sentence بتكون I rarely eat pizza. أنا نادرا باكل بيتزا. أوكي طيب, أنا بدي بلش sentence ب rarely. اوكي بدي بلشها بريرلي, فهي انا لاقلب هيدي السنتنس لانفيرجن, اول خطوه بعملها اني انا باخذ الادفيرب بحطه باول السنتنس. تمام, شو بيبقى لي؟ بيبقى لي اي ايت بيتزا. تمام, هيدي السنتنس اللي باقي. بدي احول هيدي السنتنس لكويستشن. اذا انا عم اقول اي ايت بيتزا, اوكي انا بدي اقلبها لسنتنس انه مثلا هل انا باكل بيتزا؟ اوكي طيب, برايكم فيني اقول eat I pizza؟ فيني اقول هيك؟ اكيد لا, غلط. ليه؟ لانه الايت هو action verb, والaction verb من صفاته انه هو بيقعد محله ما بيقدر يتحرك. لحتى نحن نعمل question بيجي شيء اسمه helping verb. helping verb فعل مساعد, بيجي لعنده بيقول له انت action verb, بيقول له ايه, بيقول له اوكي لكن انت خليك محلك وانا بيجي بساعدك, لا انا اعمل question. helping verb هو مين؟ هو do للبلورال او للاي, و does للسينجولر. اوكي هي she it. طيب تمام, بيجي هون الهيلبينج فيرب للايت, بيقول له انت فيك تتحرك, بيقول له لا انا action verb ضل محلي, بيقول له اوكي خليك محلك. وبيجي أنا بقعد أول جملة do I eat pizza. طبعا أنا logically أو منطقيا أنا ما فيني أسأل حالي, بس ممكن الواحد يسأل حاله إنه هل أنا بأكل بيتزا مثلا. أوكي بس أنا بيهمني إنه أنا أعمل تركيبة الquestion. طيب بنقول أنا هيدي لوين بحطها هون, rarely do I eat بيتزا. بكل هالبساطة أنا قدرت أعمل جملة inversion, rarely do I eat pizza. طيب let's take another one. okay okay for example my mother hardly cooks. okay my mother hardly cooks, يعني ماما بتطبخ بصعوبة. اوكي فهي ما دائما بتطبخ يعني. طيب فانا اول خطوه وين الادفيرب هون؟ باخده للاول, حطيته باول شيء hardly. اوكي شو بقالي؟ بقالي my mother cooks. نفس الشيء نطلع هون, cooks هي action verb, ما هيك هي فعل حركه بتطبخ. اوكي هل بيقدر بيتحرك منقول cooks my mother؟ لا. مين بيجي يساعده؟ do or does على حسب السبجكت. اوكي ما عندنا my mother, فمين بده, مين شو بده يكون do or does؟ طبعا does لانه my mother هي singular. اوكي طيب بنحط does my mother. هل نحن بنقول cooks or cook؟ cook. برافو, منشيل الاس لانه الهيلبينج فيرب هو اللي اخذ الاي اس هون, فبقول hardly does my mother cook. طيب هيدا بالنسبة إذا كان الفيرب بالسيمبل بريزنت. خلونا ناخد example مثلا.